يعني تفاعلا مع مجموعة من المقاطع التي تم نشرها يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يعني تظهر أو تروج لوجود أسماك القرش بشاطئ أكادير، وبعد يعني تدخل أو بعد يعني اتصالات التي توصلت بها الجمعية للاستفسار يعني حول هذه الواقعة هذه. فمباشرة الجمعية قامت بخروج بواحد بلاغ توضيحي للرأي العام، بحكم أن مجال اشتغال الجمعية في المجال البيئي البحري والدراية ديالها بالكائنات البحرية. فالمقطع الأول الذي يروج يعني لهجوم لسمكة القرش على سائحة، فهذا مقطع يعني لا أساس له. يعني المقطع يعني صور يعني بشواطئ أحد شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمت يعني لشاطئ أكادير بصلة، وهذه مجرد إشاعة، ووجب يعني التأكد من مصادر الخبر قبل الوثوق به. بالنسبة للمقطع الثاني والمقطع الثالث الذي يوضح يعني زعانف لأحد أنواع الأسماك، المقطع الأول المقطع الثاني بجنب مارينا، والمقطع الثالث اللي كان مقابل سوفيتيل، فهذه مجرد أسماك دلافين، وهذا شيء عادي أنها في هذا الوقت من السنة يعني تقوم يعني بالمرور هنا بسواحل أكادير. ومعروف على أن أسماك الدلفين فهي أسماك مسالمة، وسبق وقمنا يعني بالالتقاء بها داخل أعماق البحر، كما يعني تم توثيق ذلك في مجموعة من مقاطع الفيديو. فهي أسماك مسالمة ولا تشكل تهديد، والحمد لله ما عمر يعني تم تسجيل شي حالة هجوم سمك دلفين على شخص يزاول السباحة أو يقوم بممارسة الغطس أو أحد الرياضات المائية. لذلك يعني ننوه للرأي العام بأن يعني الشاطئ آمن، وعندنا واحد الوجهة السياحية اللي هي جميلة، هي شاطئ أكادير، يعني وجب المحافظة عليها. ونحن الآن مقبلين على تظاهرات وطنية ودولية، يعني يجب عدم المساهمة في الترويج لمثل هذه الأخبار، والتأكد يعني من مصادر موثوقة من مدى صحة المعلومة. كذلك يعني السلطات المحلية والمجلس الجماعي لأكادير هنا بالشاطئ، وكذلك رجال الوقاية المدني مشكورين، يعني كيقوموا بواحد المجهود جبار طيلة هذه السنة، وكذلك خاصة موسم الصيف اللي كيعرف شاطئ أكادير واحد الاكتظاظ كبير، بحيث أنه يعني تم يعني استخراج احد الدلافين النافقه، كان دلفين نافق يوم 4 يوليوز ودلفين اخر يوم 5 يوليوز هنا بشاطئ اكادير، وقامت يعني هذه شيء روتيني عادي كيكون على مدار السنه، ان الدلافين كتخرج هذا شيء طبيعي، فهي معرضه للوفاه والنفوق كما جميع الكائنات البحريه. وتم يعني دفن هذا الدلفينين يعني بمطرح تم لست. فرجاء من الاخوان يعني رجاء هذه الاشعه اثرت بشكل كبير على المصطفين، اكيد 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 تلقينا مجموعه من الرسائل من المنخرط الجمعيه، وكذلك مزاولين هذه الرياضه، ومجموعه من المواطنين اللي الصراحه ما كنعرفهمش كاع، ويعني كيتاكدون من مدى صحه المعلومه، نظرا لان يعني الجمعيه معروف عليها على الصعيد الوطني يعني اشتغالها في المجال البيئي البحري والاحتكاك الدائم يعني بالبحر واعماق البحر.